عليكم ورحمه الله وبركاته البنات، كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وصحتكم مزيانه. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع اختكم زهره من محل براود مسلمز كيف العاده. وين مشيشه جات عندي؟ ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محل براود مسلمز كيف العاده مع اختكم زهره تناطني. كنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحتكم تكون عالي العال. فخليكم معايا ان شاء الله نوريكم المنتوجات اللي متوفره في المحل. متنساوش لي طلب اي منتوج المرجو التواصل على رقم 0687878046. رقم احدى المندوبات تواصلي مع المندوبه ديال المدينه ديالك، سواء كنتي في كازا المحمديه فاس اس في الناظور الحسيمه العيون فين ما كنتي في المغرب راه غتكون عندك ان شاء الله مندوبه في المدينه ديالك. الا بعض المدن، يعني بالنسبه للبنات اللي كيتلقاو طلبيات ديالهم عبر امانه كيكونوا عندهم تخفيضات خاصه. فلطلب اي منتوج تواصلوا معي على رقم 0687878046 او لا على رقم المندوبه ديال المدينه ديالك. اول حاجه غادي نبغي نقدمها لكم ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو اللي هي النقابات. بالنسبه للنقابات الحبوبات راه كاينين جميع انواع النقابات عندنا في المحل، سواء النقاب اليمني قطعه واحده يعني من اصغر النقاب حتى الاكبر النقاب، من اليمني حتى الملكي، جميع انواع النقابات الحمد لله كاينين جميع الالوان. وفي حاله جيتي للمحل وما لقيتيش اللون اللي بغيتي غادي نوفره لك ان شاء الله بحول الله. فبحكم انه الارساليات كتكون حتى المندوبه، تقدري لا قدر الله وجيتي للمحل تقدري ما تصادفيش مع حاجه اللي بغيتي بالضبط، ولكن راه غادي نوفرها لك باذن الله. اما الا كنت غادي نرسل لك في امانه راه الحمد لله هذيك الحاله راه سهله، يعني غنوجد لك لارتيكل ديالك وغادي نصيفطها لك باذن الله عز وجل. فهنايا كاين نقاب مظله قطعه واحده، بالنسبه للنقاب اللي لابسه انايا هو نقاب مظله قطعه واحده ولكن ماركه ديال بدون اسم. بالنسبه لهذا النقاب هو نقاب طبي كيف ما كنت درت لكم فيديو عليه، ما شاء الله نقاب جد رائع ومريح، واول حاجه مريح على البشره وكتنفسي فيه مزيان، يعني هو نقاب طبي كتنفسي به بكل اريحيه. وخا تكوني في بلاصه مزموطه يعني كتكوني انت اصلا واخده فيها راحتك. دابا انا سد الباب في المحل باش ندير لكم فيديو انا مرتاحه، والحمد لله حسب راسي نورمال يعني ما مخنوقه فيه ما حتى حاجه اللهم لك الحمد. اما هذا راه نقاب مظله قطعه واحده وفيه الاستيك، هذا نقاب قطعه واحده وفيه الاستيك. فكيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل، هذا كتقدري انك تغطي به العينين ديالك او لك تطلعي المظله شويه وكيبان مفهوم. وفيه هذا الاستيك من جهه ديال اليسار وفيه الاكسسوار. فانا قلبت دابا الكاميرا باش انني نوريكم النقابات عن قرب. دابا هذا نقاب قطعه واحده فيه الاستيك، هذا هو الاستيك، يعني كتقدر الاخت تهبط النقاب على الضيق ديالها ملي تبغي تهبط النقاب، سواء وصلت للبيت ديالها او لا كانت في شي بلاصه ضيفه مثلا بين الاخوات كتقدر تهبط النقاب ديالها على الضيق ديالها. فهذا نقاب مظله قطعه واحده استيك بالاكسسوار مفهوم. هذا كيجي على هذا الشكل، هذا كتجي الاكسسوار ديالو من هذه الجهه. وبالنسبه للمظله راه كتغطي العينين في حاله بغيتي تهبطيها كامله، بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يلبسوا المظله بحال هكذا، وكتطلعي في حاله كنتي كتبغي تخلي النقاب ديالك هكذا. فهذا هو نقاب مظله قطعه واحده. هذا النقاب هذا كيكون كيناسب حتى نقاب الماليزي، يعني كيكون حتى مع نقاب الماليزي في حاله بغات الاخت نقاب ماليزي بنقاب مظله قطعه واحده وفيه الاستيك وفيه الاكسسوار راه كنديروه ليها ماشي مشكل. وفيهم جميع الالوان، النقاب قطعه واحده راه فيه جميع الالوان. وبالنسبه للنقاب الماليزي فانا غادي نعطيكم عليه مثال من وراء هذا النقاب، هذا غنعطيكم مثال عليه، وحتى والله ما بارك فيه جميع الالوان. وخليكم معايا دابا باش انا نلبس لكم نقاب ماليزي على الطريقه الماليزيه.
بالنسبه للنقاب الماليزي كيف قلت لكم البنات انه كان خدموه نقاب قطعه واحده بالمظله مع الفولار ديالو ديال متر ونص. انا غادي نلبسو لكم دابا في اللون الاسود، غادي نلبسو لكم بالمظله. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يلبسوا النقاب بلا مظله فكتثني غير النقاب بهذه الطريقه هذه وكتقلبيه، يعني كتقلبي النقاب ديالك وكتلبسيه على هذا الشكل فكيولي نقاب يماني كيف ما كتشوف. انا دابا لابسه نقاب بلا مظله غير قلبتو صافي. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش يلبسوا الاكسسوارات كيدخلوها في هذا الجنب هذا على هذا الشكل وكيجي نقاب يماني بحال راك لابسه نقاب يماني. انت راك لابسه غير نقاب واحد وكتلعبي فيه على نقاب يماني ولا نقاب مظله. فانا لبست لكم على الشكل اليماني باش انني نلبس لكم نقاب ماليزي. علاش كنديروا لكم نقاب ماليزي قطعتين وكنديروه لكم مع كنديروه لكم مع الفولار ديال متر ونص، كنديروا لكم النقاب بالاستيك والمظله باش انه كتلبسوه كيف ما بغيتوا. بغيتوا تلبسوه يماني كتلبسوه، بغيتوا تلبسوه بوحدو فوق شي فولار كتلبسوه، بغيتوا تلبسوه مع الفولار كيف ما لابسه انا كنلبس الفولار عاد كنلبس النقاب كتلبسوه، بغيتو تلبسو النقاب عاد تلبسو الفولار على الطريقه الماليزيه كتلبسوه ماشي مشكل. انا غادي نوريكم كيفاش كتلبس اللفه الماليزيه. اول حاجه كتلتي الفولار ديالك بهذه الطريقه هذه كتشدي هكذا كتلتي النقاب ديالك على هذه الطريقه هذه وكتاخدي فيلين، حنا كنقولوا ليه الفيلين فاني ديجا لابسه نقاب قطعه واحده من التحت كيبان بحال هكا. كتجي اللفه ديالو بهذا الشكل، نضبطها شويه كيف ما كتشوفوا. كتقدري تلبسي النقاب الماليزي على هذه الطريقه هذه، هذه هي طريقه لفه النقاب الماليزي. وبالنسبه للبنات اللي يسولوني كيفاش كنلبس انا النقاب ديالي، كنلبس الفولار بحال هكذا على اساس هذا وجهي فهمتوا. دابا انا دايره النقاب كنلبس الفولار بطريقه عاديه سواء بطريقه مثلثه ولا مربعه كيف ما كتبغي اي وحده، وكنلبس النقاب عادي بحال هكذا. كاين شي بنات كيصحبوني كنلبس نقاب بشي طريقه اخرى، انا طريقه جد عاديه غير نقاب واحد وكنلبسوه كيف ما بغينا. سواء بغيتي تلبسيه الطريقه الماليزيه سواء بغيتي تلبسيه بالطريقه اليمنيه او السعوديه كيف ما كتشوفوا معايا. انا هبط عاوتاني شويه باش تشوفوا كم ساعة. هذا ما كان البنات. انا دابا وريتكم الطريقه الاولى ديال طريقه لبس النقاب الماليزي، وريتكم طريقه لبس النقاب على الطريقه اليمنيه او السعوديه، والان غادي نوريكم النقاب اللي بالخيط والشبكه كيفاش الا بغيتي تلبسيه بلا شبكه لا داعي انك تقطعيها بمقص، يعني فقط انك كتثنيها. انا غادي نوريكم يعني الطريقه ديال اللبس ديال هذا النقاب هذا، والا بغيتي تشديه بعدة طرق. انا غادي نوريكم جميع الطرق ديال لباس النقاب اللي بالخيط والشبكه وطبقات اولا بالمظله وطبقات. انا غادي نوريهم لكم بجوج دابا، وهذا الشيء راه كيبقى خاص بالمبتدئات يعني البنات اللي ما كيعرفوش يلبسوا النقابات. انا غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش تلبسوا النقابات وكيفاش تستغلهم في لفات مختلفه. فهذا هو نقاب
طبقات ماركة الشافعي السعودي للزي الإسلامي. أنا غادي نوريكم طريقة ديال اللباس ديال هاد النقاب هذا. كيف ما كتشوفوا معايا راه فيه الشبكة وفيه الخيط، يعني فيه الشبكة والخيط. الأخوات اللي كيقدروا على الشبكة الله المستعان، الله يثبتكم يا ربي. صراحة ما كنقدرش عليها بصفة نهائية. كتجي هكذا فوق العينين بهذه الطريقة هذه، أنا راه ما كنقدرش عليها بصفة نهائية. ودابا راني مغمضة عيني، فقط درت لي هكا باش نوري لكم بالزربة حيت ما كنقدرش عليها، كنقدرش عليها سبحان الله. المهم ما كنقدرش على هذه الشبكة هذه. بالنسبة أنا درت فقط على حساب الأخوات اللي كيبغيو الشبكة، حيت كيجيو عندي أخوات كيقولوا لي بغينا نقاب بالشبكة والخيط. راه ما شاء الله عليكم وصافي، هادشي اللي غادي نقول لكم. انا كنديرها شفراني كيدخلوا في عيني يعني ما شاء الله عليكم وخلاص. دابا غادي نلبسوا لكم بدون شبكة. هذه الطبقه الاولى وهذا الاسدال. اذا بغيتي تطلعي هاد الطبقة، لحظة كيجي على هاد الشكل هذا. فهذا هو النقاب اللي بالخيط والشبكة. بالنسبة للأخوات اللي ما كيبغوش يلبسوا الشبكة أو اللي كدرهم في عينهم في حالي، فكيتلبس بهاد الطريقة او كتشديه بهذه الطريقه هذه. انا غادي نوريكم كيفاش كيتلبس. هاد الجهه مع هاد الجهه كيتشدوهم بفيلي. كيف ما كتشوفوا معايا فبالنسبه للنقاب طبقات كيتلبس بنفس الطريقه ديال النقاب اللي بالخيط والطبقات، اللي بالخيط والشبكه والطبقات، يعني نفس الشيء مفهوم. يعني كيف ما كتلبسي النقاب طبقات كيف ما كتلبسي النقاب اللي بالخيط والشبكه، حيت بجوجهم طبقات الاختلاف ديالهم غير في الخيط والشبكه. مهم انا غادي نوريه لكم ماشي مشكل كاين. بس هذا هو نقاب طبقات مظله طبقات. كنشدو بهذه الطريقه هذه هذه الطبقة الأولى كيف ما كتشوفوا. هذه الطبقة الأولى وهذه طبقة ثانية. عند السؤال المهم كيجي بهذا الشكل هذا. فهذا هو نقاب طبقات كيجي على هذا الشكل هذا. وبنفس الطريقه اذا ما كنتيش كتبغي هاد الطبقات يبقاو هكذا كتشديهم فيليل.
المهم رحنا غاديين دقه دقه. دابا كل مره كنوريكم نقاب، وريتكم نقاب طبقات، وريتكم نقاب طبقات بالخيط والشبكه، وريتكم ماليزي. صافي مشى، مبقاش الصوت مشى، الحمد لله. صافي البنات، دابا راني وريتكم تقريبا اغلب الانواع ديال النقابات الاكثر مبيعا. وريتكم نقاب طبقات، وريتكم نقاب طبقات بالشبكه والخيط، وريتكم مظله قطعه واحده، ونقاب بدون اسم انا لابسه، وداجا درت لكم عليه فيديو. دابا بقى نقاب مثلث ونقاب ملكي، نقاب خشيعه، باقين هاد النقابات. انا غادي ندير لكم عليهم ان شاء الله توضيحات، غندير لك عليهم مقتطفات ان شاء الله، باش تشوفوا النقابات كيفاش كيجيو في اللبسه، وكل وحده راه كتعزل على حسب الذوق ديالها. انا وريتكم غير واحد 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 واحد، اما راه كاملين تبارك الله فيهم جميع الالوان، يعني اي لون بغيتيه راه كتاخديه، الا نقاب بدون اسم راه كيكون دائما في الاسود. اذا لقيتي نقاب بدون اسم في شي الوان اخرين عارفيه غير مزور، راه ماشي الاصلي. نقاب بدون اسم الاصلي دائما كيكون غير في اللون الاسود، ما كيكونش في شي لون اخر. بالنسبه للنقاب مثلث، نقاب مثلث كاين اللي كيقول ليه نقاب فورماجه، هو هذا البنات، مترين ونصف، نقاب مترين ونصف. انا غادي نهبط شويه الكاميرا باش تشوفوا مزيان. هذا هو نقاب مثلث، هذا كيكون اما بالسنسله او بالازرار، نقاب بالسنسله او بالازرار، فكيف ما او بالصدايف غالبا كيكون اما بالسنسله او بالازرار. المهم هو بالشبكه، كيف ما وضحت لكم انني ما كنقدرش نلبس الشبكه، انا غادي نوريكم النقاب كيفاش كيجي، لكن غنلبسو بدون شبكه، راه كيكون اما بالشبكه او بالمظله على حسب الاختيار ديال اي اخت. انها طبشور الفصاله، طبشور ديال الفصاله ديال التفصيل، ماشي مشكل. فيه السنسله كما كتشاهدوا يا بنات، يا بنات كلكم حلوات. شو هذا؟ هو نقاب مثلث مترين ونصف. فهذا هو نقاب مثلث، انا راني كدير لكم شي فوكشي. المهم البنات، باقي ليا دابا جوج ديال النقابات اللي ما شفتوهمش، نقاب الملكي ونقاب الخاشعه. خليكم دابا ان شاء الله مع النقاب الملكي، نجبدو لكم. النقاب الملكي اللهم بارك، نقاب الملكي، النقاب الملكي هو هذا. تبارك الله اللهم بارك، نقاب طويل بزاف، طويل جدا 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 جدا. ويت بليز، هذا هو النقاب الملكي. نزير يلا بركة من سارات، يا زيرات. المهم البنات، نقاب الملكي وهذا. المهم
طول طول اللهم بارك. نحلي السنسلة ديالو. المهم هذا هو النقاب الملكي. هذا قد لي الفيديو ديال النقاب الملكي تصافي، قلت محال اش غنحط لهم النقاب الملكي. سبحان الله، مع اللهم بارك طويل هو النقاب، وغيخصني من بعد التصوير، يعني الكام غيخصها تكون شويه بعيده باش يلاه يلاه يبان لكم النقاب كامل. هذاك الشيء علاش جيت لكم، كل مره كندير لكم بلاصه، مره كنصور فوق من الكونتوار، مره فوق من الكرسي، مره كنطلع تريبي شويه، كل مره وفين. المهم على الاقل راهم راكم شفتوه، وتا الا ما باش لكم واضح راه كاينين فيديوهات ديال النقاب الملكي لكم فقط نقاب الخاشعه. انا نحط لكم فيديو ديال زينب الصديقه ديال الصفحه. زينب لابسه النقاب من عندنا، من عند براود مسلمز. انا غادي نخلي لكم فيديوهات ديال الزبونات لابسينه، حيت فعلا هذيك التريبي ديالي خسرات، ما بقاتش فيها هذه واحد الجليده كتشد التليفون والكاميرا، ما بقاتش فيها هذيك، ما بقاتش فيها. داكشي علاش ما واخا غادي نصور لكم نقاب الخاشعه ما غاديش يبان مزيان، فغادي نخليكم مع الفيديوهات ديال النقاب الخاشعه ملبوسين على الاخوات اللي تقداوه من عندي. فكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو نقاب الخاشعه. خليت لكم هنا الاراء ديال الاخوات اللي كانوا تقداو من عندي، فما شاء الله هو راه كيجي طويل وساتر، فخليكم ان شاء الله معايا باش نوريكم الالوان اللي كتكون فيه. غالبا كيكون اللون الاسود، ولكن في حاله بغات شي اخت شي لون راه كنديروا ليها اللون اللي طلبات من بين هاد الالوان: اسود، ماغون، بلو مارين، غرونا، رمادي، اولا الخزي. ودابا وصلت نوبة ديال العباءات باش نوريهم لكم البنات. غادي نوريكم فقط بعض القطع، اما راه كاملين اللهم بارك فيهم جميع الالوان، فنخليكم مع العباءة ديال حفصة. فكيف ما قلت لكم عباءة ديال حفصة باقين فيها جميع الالوان، وان شاء الله كاع الالوان اللي قلتوا لي نوفرهم لكم في التعاليق راني غادي نوفرهم لكم ان شاء الله. بالنسبة لهادي، هادي عباءة عائش، هادي عباءة عائش. هاد عباءة عائش باقا جديدة وباقية ما درت لكم لها فيديو، فقط غادي نوريها لكم دابا. راه حتى هي اللهم بارك فيها الالوان، مني غادي ندير لكم عليها ان شاء الله فيديو غادي تشوفوها ملبوسة. راه دابا مني حطها لكم في هاد المانكا هادي راه كتبان فحال ملبوسة نيت، ولكن ضروري غادي ندير لكم عليها فيديو ان شاء الله باش تشوفوها كيفاش كتجي. كيف ما قلت لكم هادي هي عباءة عائش. البنات اللي عجبتهم شي حاجه تقدر دير لها سكرين شوت وراني نخليها لها ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه لهذا راه الموديل ديال سنفوره اللي كيجي مع صايا اولا سروال قندريسي، راه اللهم بارك حتى هو فيه جميع الالوان، اي لون بغيتيه ان شاء الله راه اكيد غادي تاخديه. كاين عباءه سنفوره بنفس الموديل، يعني قصيره من القدام وطويله من اللور، فقط هذه باربعه ديال السطايف. فكيف ما خبرتكم عباءه سنفوره
كاينه حتى في اربعه صدايف عفوا، وفي الوان متعدده يعني اي لون بغيتيه كيتوفر. وعباءه جديده، هذه عباءه الكوثر ان شاء الله ضروري غادي ندير لكم فيديو فيه عباءه عائش وعباءه الكوثر بجوجهم، غنلبسهم لكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه. عباءه هويام كيف ما شفتوها راه ديجا درت لكم عليها فيديو، حتى هي اللهم بارك فيها جميع الالوان. عباءه الفراشه وعباءه البرادا وعباءه المعتمره كاملين كاينين في جميع الالوان اللهم بارك. اي وحده بغات شي حاجه يكفي انها دير لها سكرين وتصيفطها ليا في الخاص اولا في الواتساب ديالي، باش ان شاء الله نوفر لها الطلبيه ديالها ونرسلها اما عبر امانه اما تجي لها المحل. متوفر ايضا البنات القفازات والنقابات بجميع الالوان، وكاينين هنايا الجيليات والقبيات عفوا. متوفر هنا ايضا نقابات بجميع الالوان والجيليات والكابات. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله وليا فراسكم وخليو لي التعاليق ديالكم زوينه. شكرا بزاف على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بها في القلب دايم.